ثم نختم ونعود فنقول: الكتاب والسنة صراط الله المستقيم، فيها الثبات على الوسطية، أما الهوى فيميل ناحية اليمين أو ناحية الشمال، فأهل السنة أهل وسطية وثبات، وأهل البدع أهل انحراف وتنقل. سمة أهل السنة والجماعة أنهم أهل الوسط وأهل الثبات، وصفة أهل البدع أنهم أهل انحراف وتنقل. ومن ترك السنة أكثر التنقل لن يكون له ثبات، يميل مع الأهواء حيث مالت. ولا خير للأمة في المتلونين المتقلبين غير العائدين إلى صراط الله المستقيم.